أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي طلابي طلاب اكتساب اللغة الطور الثاني في شرح لأبرز الخطوط العريضة التي سنركز عليها خلال الأسبوع الرابع، فأهلا وسهلا بكم. أحب أن أذكر بأن عنوان وحدتنا هي أنا مثقف، حيث قمنا بشرح برامج التلفاز وهو الدرس الأول في هذه الوحدة. سأذكر بالمفاهيم الرئيسة ثم أقوم بذكر الموضوعات التي سنقوم بشرحها خلال هذا الأسبوع. المفهوم الرئيس الذي سنركز عليه خلال هذه الوحدة هو الثقافة. ثقافاتنا تختلف سواء اللغة أو الجنس أو اللباس أو العادات والتقاليد. سنتعلم كيف نعبر عن ثقافتنا من خلال استخدام المفردات الجديدة في فهم المقروء إن شاء الله. أما عبارة البحث والاستقصاء، تتضمن اللغات أشكالاً وأعرافاً منوعة للتعبير عن الثقافات والحضارات في كل زمان ومكان. إذن ستستخدم اللغة العربية الفصحى للتعبير عن عادات وتقاليد وثقافة مأخوذة من البيئة التي عشت بها وتعرفها، ونربط ذلك بما نعيشه الآن أي في مجتمعنا نحن. من أبرز الموضوعات التي سنسلط الضوء عليها خلال هذا الأسبوع هي مهمة تدريبية، حيث ستقوم بكتابة رسالة إلى صديق. عندما أقول رسالة إلى صديق، فأنا أتحدث عن الرسالة الشخصية. ستتعلم ما المقصود بالرسالة الشخصية، سترى نموذجاً لذلك، وستتعرف على عناصر هذه الرسالة، ثم ستطبق هذه المفاهيم من خلال كتابة رسالة قصيرة جداً لا تتجاوز 40 كلمة في موضوع سأقوم بتحديده. لا ننسى أنه يمكننا الرجوع إلى صفحة المنصة التعليمية البي سي للاطلاع على ما يمكنك الاستفادة منه من مصادر وأنشطة تفيدك في فهم موضوع الرسالة أكثر. الموضوع الآخر الذي سنركز عليه خلال هذه الوحدة هو درس القراءة، الدرس 12 صفحة 84 من كتاب أصدقاء اللغة، وهو بعنوان عربة ساري. عندما نقوم بقراءة أي درس، علينا دائما التعرف إلى معاني المفردات الجديدة، التدرب على قراءته قراءة فاهمة صحيحة، وذكر أبرز القيم المستفادة من هذا الدرس، علينا أن نستخدم هذه المفردات في سياقنا وتعبيرنا اللغوي. لذلك نحن سنقسم، ستكون هناك حصة للقراءة وحصة أخرى أيضا للتحليل واستخدام المفردات الجديدة. لاحظ عزيزي الطالب أن هناك أسئلة مختصة بأسئلة فهم المقروء، وهي موجودة في الكتابين أصدقاء اللغة وكتاب النشاط للطالب، فقد دعم لكم بالصور والمفردات الجديدة، ثم ستقرأ وتصل العبارة بما يناسبها من خلال فهمك للمقروء. تجول البائع في القرية، ثم ماذا فعل؟ أسرع البائع، ثم وسنربط ذلك بحرفي العطف الواو وثم. وكما تلاحظ أن هناك التدريب الرابع الذي يقوم بشرح الفرق بين المذكر والمؤنث. فمثلا طفل وطفلة، هناك فقط أضفت التاء المربوطة في نهاية الاسم حتى أقوم بتحويله من مذكر لمؤنث، لكن هناك كلمات أخرى أضطر إلى تغيير المفردة بالكامل. كما أننا سنقوم بالإشارة إلى قراءة الوقت، كنا قد أخذناها في الفصل الأول، وسنقوم أيضا بمراجعتها معا لنقوم بقراءة الساعة باللغة العربية. كما أننا سنتعلم كيف نعيد ترتيب الكلمات لنركب جملا صغيرة، فعندما تبدأ جملتنا بفعل، علينا أن نبحث عن الفعل في الجملة، ثم عن الفاعل، ثم عن المفعول به. فمثلا في هذه الجملة، عندما أقول على، ارتديت، جلست، البحر، الشمسية، شاطئ نظارتي، أنا الفعل، هناك فعلان، ما هما؟ وارتديت، جلست،
لا يمكن أن تبدأ الجملة بفعل مبدوء بالواو، لأن الواو تأتي في وسط الجملة، فأقول جلست، جلست أنا الفاعل، جلست أين؟ جلست على البحر وارتديت، أو جلست على شاطئ البحر وارتديت نظارتي الشمسية. أذكر بضرورة القيام بمهام أقرأ بالعربية الموكلة لك أسبوعياً، وكانت هذه أبرز ما سنقوم بشرحه خلال هذا الأسبوع. طبتم وطاب نهاركم، بكل أمل وخير.